هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشكر موصول دائما لقناه ستيفين دائما كتكون سباقه التغطيه ديال جميع الانشطه الرياضيه داخل الوطن ولا خارج الوطن خاصه كره القدم. بالنسبه للمقابله ديال نادي الوداد البيضاوي ضد نادي شباب القبير فكتبقى مقابله اللي دائما كتكون في حاله ديربي بين الاشقاء الاخوه بين احنا والاشقاء ديالنا الخوتنا الجزائريين. كنتمنى ان المقابله تكون تمر في احسن الظروف والفوز دائما كنتمنى غادي يكون الافضل وكنتمنى ان شاء الله ان تسود الروح الرياضيه بين الفريقين بجوج. وبالنسبه كان بالنسبه لي انا كنتمنى ان الوداد البيضاوي ان شاء الله يدي واحد المقابله تكون كبيره ان شاء الله ويجيب انتصار ان شاء الله اللي غادي يخول انه غادي يكمل في مسار ديال عصبه الابطال بواحد الاريحيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للتوقعات ديالي ان شاء الله تكون الفوز لنادي الوداد الرياضي رغم الصعوبات اللي كيواجهها تما في الجزائر بما سمعنا بانهم حيدوا الطاقم ديال التصوير حيدوا لهم الماتريال وان شاء الله غيجيبوا العز من تما ولا عزاء للحقيد. نتيجه المقابله هي 2-1 ان شاء الله نادي الوداد الرياضي. السلام عليكم. كنبداو السلام عليكم. المباراه ديال الوداد وشباب القبائل ان شاء الله غادي تمتيز غتمتاز الوداد ان شاء الله وعلى ذلك التصرفات اللي داروا خاصهم يديروا نفسه يكونوا رجاله حيت الحافله اللي مشاو بها حافله قديمه راه حنايا ولاد الشعب وكنمشيو في حافله سميتها الزا عرفتي كي دايره احسن من هذوك هما لعابه وما شرف بصراحه الجزائر ولاو كيديروا شي تصرفات غير لائقه وانا الصلايه والفوقيه كنصلي وغادي ندعي على وغادي ندعي ان شاء الله تربح الوداد وساعد مش شويه. النتيجه ديال المقابله ان شاء الله غتمتاز الوداد وكنقول القمار لعبوا اكس اس. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.